اهلا بكم كل اصدقاء المشاهدين وكل متابعين برنامج فاشن اونلاين. مبسوط وسعيد جدا ان انا معاكم النهارده في قناه الصحه والجمال. حابب بس اعرفكم حاجه، قناه الصحه والجمال فعلا قناه مميزه، وهي اسم على مسمى، اسمها قناه الصحه والجمال، وهي فعلا قناه جميله. بدايه حلقتنا، قبل ما اعرفكم حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه، حابب بس اعرفكم ان المراه المصريه يعني تعتبر من احسن الكائنات اللي موجودة في على الأرض كل في الكون عموما. يعني المرأة المصرية دي مهدور حقها، يعني أنا لو عملنا كده نسبة مقايسة بين المرأة المصرية أو نسبة مثلا مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة العربية، هنلاقي إن المرأة المصرية تكسب وتكسب من بدري، يعني تكسب من فترات طويلة كبيرة، يعني بمستوى الكفة والميزان في المرأة المصرية تكسب، لان المرأة المصرية بتغسل وبتطبخ وبتشتغل وبتدرس وبتقعد مع الاطفال تكتب الواجب. المرأة المصرية دورها يعني انا اعتقد ان هو بقى اقوى من دور الرجل. يعني انا ممكن اقول لحضراتكم انا ما اقدرش، يعني انا كبني ادم بشتغل وبنزل وبنزل سوق العمل، ممكن اقدر اعمل بعض حاجات المرأة المصرية ممكن تعمل قدي مرة واثنين وثلاثة واربعة. النهارده المرأة المصرية لو مش ما عندهاش بيزنس وعندها اولاد، ممكن بتشتغل اونلاين، ممكن بتبيع حاجات على جروب، على اي تواصل اجتماعي. عموما مش هنطول، حلقتنا النهارده عن النجاح وبؤرة النجاح والناس اللي بتنجح لازم نسلط الضوء. احنا المفروض، يعني انا شايف ان احنا بنسلط الضوء على حاجات دلوقتي حاليا بتجيب طاقة سلبية. يعني حضراتكم النهاردة لما بتيجوا تتفرجوا على تحرش طفل مش عارف ايه، الطفلة فلانية فلانتي الفلانية باباها قتلها، لا النهاردة احنا عندنا قضية رأي عام، الاب اللي رمى ابنه من على الكوبري، لا احنا النهاردة الحاجات دي موجودة في مجتمعنا، واحنا متفقين ان الحاجات دي حوادث موجودة في مجتمعنا، ودي حوادث فردية بس مش مجتمعنا كله هيبقى فيه حوادث، مش كل اهتماماتنا هتبقى فيها حوادث. احنا عايزين ننجح، عايزين نوصل للمسؤولين او نوصل لكل اللي بيتفرجوا علينا ان البلد مش حوادث بس واخبار فقط، البلد فيها ناس ناجحة. انا اسف طولت عليكم. النهارده معايا حلقه تخص الجمال والموضه، النهارده معايا حلقه معايا الاستاذه امنيه كمال متخصصة الشعر والبشرة، يا رب الحلقة تنال إعجابكم. ومعانا الضيفة الأستاذة أمنية، أهلا بيك يا أستاذة أمنية. أهلا بيك أستاذة، حضرتك منورانا. الله يخليك، ربنا يكرمك، منورة برنامج، متشكرة جدا، وكمان قناة الصحة والجمال، ربنا يكرمك يا رب. أستاذة أمنية بقى، كلمينا عن أستاذة أمنية كمال. حد بيحب الشغل جدا، يعني أنا بحب شغلي جدا لأني يعني بحب والدي رحمة الله عليه، ودي كانت شغلته وشغلة أهلي وشغلة عمي اللي هو بمثابة والدي، والناس دي كانوا بالنسبة لي قمم، فأنا كنت بشوفهم من صناع الجمال، ناس عندها روح جميلة كده وناس نظيفة من جوة، كنت بشوف الحاجة معاهم. واحدة عندها مشكلة في البشرة تطلع حلوة قوي، واحدة عندها مشكلة في شعرها تطلع جميلة قوي، فوانا طفلة كنت شايفة الناس دي حاجة كبيرة قوي، كنت شايفة يعني زيه زي الدكتور وزيه زي المهندس، وكنت حاسة انه ايه الشغلة الحلوة دي. فلما كبرت شوية فكان حلم عمري اني اشتغل في المجال ده. ورستي الموضوع من اهلك. ايوه. فكان بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا انك تشتغل في حاجة انت بتحبها، بتدي فيها بلا توقف، عندك طاقة ليل نهار ان انت تبذل فيها اقصى جهدك، ما بنحسش بالتعب غير واحنا على فراش النوم. ممكن اشتغل 12 18 ساعة احيانا يومين مطبقة وثلاثة، ما بقعدش ما بنامش ما فيش اي حاجة. طب انا اسألك سؤال، هو بره السؤال الاولاني، طب بتقدري ازاي تاخدي وقتك وبيتك واولادك وكمان شغل؟ هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان المرأة المصرية يعني ما فيش حد مسلط عليها الضوء، لان هي طبعا مهمشه شويه. تمام.
وممكن برضو الناس دلوقتي حاليا الناس اللي بتتفرج عليا ممكن تقول هو متحيز او كده، لا بالعكس، انا ما اقدرش اعمل اللي الاستاذه ممكن تعمله، انها بيتها وشغلها واولادها. طيب نكمل. هو ده تقريبا حاجه كده قوه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني في ناس ما تقدرش تعمل ده، في ست ما تقدرش توفق بين البيت والشغل، وفي ست موظفه الصبح وام وزوجه بعد الظهر وبالليل بتنزل سوق العمل، وفي ست بتعمل كل ده وهي قاعده في بيتها، زوجه وام ومعلمه لاولادها وكل حاجه، وهي بتشتغل اونلاين في قلب البيت. ده حقيقة. اللي عندها قدره ان هي تشتغل ربنا بيعينها حقيقي. يعني انا ممكن ارجع من شغلي اعمل شغل بيتي واطبخ وانا بلبس الشغل حقيقي، ما عنديش مشكله. الحاجات الزخرفيه البسيطه اللي الناس ممكن تهتم بيها والتفاصيل اللي انا بعتبرها تفاصيل خايبه دي ما بهتمش بيها قد كده. يعني ممكن انزل شغلي بلبسي وارجع اطبخ واعمل بلبسي وارجع انزل تاني شغلي بلبسي، المهم ان انا انجز في كل الاماكن. تقدري ما تضيعيش دقيقه، يعني وقتك كله مش لا ملكك. لا يعني طيب هو بس ساعات النوم بس هي اللي اقدر اقول ان دي بتاعتي بس. والله العظيم يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تكوني انت بس، الخاصه بيكي، وممكن اليوم في عز مش النوم تلاقي حد من اهل البيت بيصحيك عشان عايز حاجه محدش هيعرف يعملها ولا حد هيجاوب عليها غيرك. ده اللي انا بقول عليه. ومش هتبقى متضرر، متضرر جواك انك مش عارف ترتاح، بس في نفس الوقت حاضر. طيب احنا عايزين برضو نعرف المشاهد ونعرف كل اللي بيتفرجوا علينا، استاذه امنيه وحضرتك طبعا خبيره بشره وخبيره شعر، واكيد انت عارفه التقنيه الموجوده حديثا البروتين وسوق البروتين، وطبعا واكيد عارفه انه توياج وجلسات الهيدرو بروفيشنال للبشره. طبعا بما اننا في قناه الصحه والجمال، حابين بس حضرتك ايه تعرفينا، يعني هل البروتين ده مفيد؟ يعني ايه بروتين اساسا؟ هقول لحضرتك حاجه. البروتين مبدئيا عند اي حد في الدنيا ربنا خلقه في شعرنا اصلا. البروتين ده الماده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها المسؤوله عن نعومه الشعره. الفرق بين حد شعره كويس وحد شعره سيء، ده البروتين عنده زياده وده البروتين عنده قليل في شعره، في تكوين الشعره نفسها. فزي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع. بداوا في مراحل الفرد باسوأ انواع الفرد اللي هو كان في وقتها حاجه زي الجلات وزي الفرد العادي وزي الانواع الرديئه دي، تمام؟ امونيا كلها اضرار، كلها مواد امونيا بالظبط، لان ما كانش فيه غيرها، فكان حاجه جميله وكل بيجتهد فيها. دلوقتي العلم كل يوم بيطلع حاجة جديدة، يعني لا مش كل يوم، ده في اليوم الواحد بيطلع حاجتين وثلاثة جداد. علينا احنا ان احنا نتحرى الدقة في ضميرنا، نراعي ربنا في أكل عيشنا وفي الفلوس اللي بتدخل نأكلها لأولادنا تكون بجد احنا تعبنا فيها وبجد حلال، مش مجرد ان هي احنا بنشتغل وبس بعد ما نخلص خلاص ملناش علاقه بيه. البروتين يا جماعه ماده محترمه جدا. الناس اللي بتقول ان البروتين سيء والبروتين مش عارف ايه خالص، زي كل حاجه السكينه ممكن نعمل بيها اكل مميز ونقطع بيها تورته، السكينه ممكن لا قدر الله يتعمل بيها جريمه. فكل حاجه ليها مكانها الصحيح. انا عملت حلقات كتير مع ناس متخصصات بروتين، وحقيقي مش عشان حضرتك معايا في الاستوديو او موجوده في اللوكيشن معانا هنا، ده افضل رد انا سمعته فعلا في تكوين البروتين او وصف البروتين. الله يخليك. طيب معايا سؤال تاني، عشان انت عارفه طبعا حلقتنا النهارده مليانه اسئله. معايا سؤال تاني برضو بيقول، يعني ليه الناس بتقول على البروتين ان هو مش حلو او مضر او بيوقع الشعر؟ اقول لك ليه. لانه اختلط الحبل بالنبل، بمعنى ان النهارده عندنا نوع بروتين كويس قوي بس سعره عالي شويه، تمام؟ وفي نوع بروتين بيفرد وحط تحت بيفرد 100 خط، تمام؟ بس ما بعد البروتين ماليش علاقه، جميل؟ في واحده تقول لك ايه، او بلاش واحده، يعني خلي مثلا نقول
كوافير او متخصصه او متخصص عايز يعمل عرض واو، فاقول لك ايه؟ طيب احنا معانا مداخله. استاذ عبد الرحمن اهلا بيك، اتفضل. طيب فصل. طيب الاستاذه حنان اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكي. ممكن اكلم مدام امنيه؟ اتفضلي حضرتك معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام امنيه؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله منوره الدنيا. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا بس داخله علشان اقول ان حضرتك من اكفأ الناس اللي شفتها وأأمن الناس اللي شفتها في وتعاملتي معاها من خلال تعاملي مع أي كوافيرة. أحسن شخصية في الدنيا، أأمن شخصية في الدنيا. ربنا يبارك لك ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسبي، وربنا يا رب كده للأمام دايما، وأشوفك أحسن واحدة في العالم. يا رب يخليك يا مدام حنان، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يا رب يكملك كده إن شاء الله بعلمك زياد دايما، ويا رب كده ان شاء الله نسمع عنك كل خير وترجعي لنا بالف سلام. تسلم يا حبيبتي، ربنا يعزك يا رب. متشكره بشكر حضرتك يا استاذه حنان على المداخله، وكلامك فعلا كلام يحترم، وشكرا لحضرتك على المداخله في برنامج فاشن اونلاين. طيب نكمل موضوع البروتين، الناس بتقول عليه وحش يعني. تمام. فبتيجي مثلا حد، مش هقول ما عندوش ضمير، بس هو عايز يكسب كتير، فيجيب نوع رديء، نوع مضروب. طيب معلش المداخلات كترت لان الحلقه لايف. معانا مؤنس، اتفضلي حضرتك معاكي، اتفضلي حضرتك على الهوا، اتفضلي. ايوه ازيك يا مدام امنيه، عامله ايه؟ حبيبتي ازيك، اخبارك ايه؟ منوره يا حس الدنيا كلها والله. ربنا ينور عليك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي يا رب. من الناس الامينه جدا جدا المحترمه اللي بجد بقت عمله نادره دلوقتي. ربنا يبارك فيك يا مدام امنيه. ربنا يعزك يا رب، انتوا الاحسن والله. شكرا قوي، متشكره جدا. شكرا لاتصال حضرتك، الف شكر. طيب نكمل. الظاهر ان احنا فتحنا الخطوط وحبايبك كتير الحمد لله، والحمد لله ان هم بيخشوا يقولوا الكومنت الحقيقي فيكي. الله حضرتك شكلك، الله يخليك، اخلاقك عاليه جدا. الله يكرمك. وكمان امينه في شغلك، الله يكرمك. نتكلم بقى عن البروتين. ليه بيقولوا وحش؟ ليه يعني بيقولوا وحش؟ ليه بيقولوا ان هو منتج رديء؟ هل يعني معلش، هل دي ما ينفعش ولا بس هل لضيء يعني مش عارف اقولها ازاي يعني، هل عشان هم مثلا يعني مش عايزين يعملوه ككره، ولا عشان هو سمعه، ولا عشان هي مثلا هقول لحضرتك حاجه، امور ماديه السيئه تعم. طيب السيئه تعم. هناخد هنا معانا، اتفضلي يا استاذه هنا حضرتك على الهواء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم مدام امنيه؟ اتفضلي مدام امنيه معاكي، اتفضلي حضرتك. بس ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون شويه؟ ازيك يا هنا، عامله ايه؟ حضرتك وطي التلفزيون بس عشان اسمعينا بعيد عن التلفزيون. وطي الصوت، وطي التلفزيون شويه يا هنا لو سمحت. وطيت حضرتك، اتفضلي حضرتك. والله انت مشرفانا في كل مكان حبيبتي. والله ربنا يكرمك يا رب. انا احب اقول لكم بس ان انا اتعاملت معاه شخصيا، ومن اكفأ الناس ومن احسن الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك يا رب حبيبتي. شكرا قوي. طيب حضرتك في سؤال عايزه تساليه الاستاذه امنيه على الهوا، لو في عند حضرتك سؤال اساليه لها على الهوا. لا، هي مدياني كل الوصفات ومدياني كل حاجه، ومش مخليني ناقص اي حاجه والله. حبيبتي ربنا يكرمك. طب انا هسال هنا سؤال، بما ان هي دخلت في صلب الموضوع. هنا بيقولوا ان البروتين وحش وبيوقع الشعر وبيعمل نتائج سلبيه، بما انك اتعاملتي معايا معامله شخصيه وعملتي شعرك بدل المره اتنين، ممكن تقولي فعلا اثر عليكي بالسلب او الايجاب؟ لا والله، هو اول مره كان كويس جدا، بس انا اللي اتعاملت معاه غلط يعني. انا تمام، ما مشيتش مع التعليمات اللي هي قالت لي عليها. انما تاني مره انا مشيت على التعليمات. انا بقالي حاليا 9 شهور اهو، شعري لسه زي ما هو، كأن في اي حاجه. الحمد لله. متشكرة جدا، متشكرة قوي. اشكر حضرتك يا استاذة هنا، ومبسوط ان حضرتك معايا في برنامج فاشن اونلاين. طيب شفت الامانة في الرد؟ هنا بقى بنيجي لسوق البروتين وجمال البروتين. البروتين زيه زي اي حاجة، اتعاملت معاها كما يجب
هتديك وشها، اتعاملت معاها باستهتار هتديك ظهرها باختصار. كل شغل عشان البني ادم يقدر ينجح في حياته لازم بيختار الطريقه الصحيحه بالزبط. ما بيجربش بالزبط. هو فعلا بيبقى شايف الناجح فين وبيحاول يقلده عشان يمشي على نهجه. وانا اللي عجبني في الحلقه ان في ناس يعني ممكن تكون عامله نفسها ناجحه تمام وهي مش ناجحه تمام. فكون ان احنا نفتح اتصالات وناس داخله تتكلم وناس اصدقاء ليكي وناس مجرباكي ده حاجه يعني حاجه الحمد لله. انا اشهدها لحضرتك الحمد لله. طيب نغير بقى السؤال بتاع البروتين تمام. وحش او كده، فاحنا اكيد فهمنا من طريقه الكلام والمداخلات اللي داخله ان البروتين كويس والناس كلها لازم تتعامل معاه وفي بروتين بطريقه سيء وفي بروتين سيء. مش معنى كده ان كل البروتين حلو. احنا زار انت حبايبي كتير معانا مدام نجوى. اتفضلي مدام نجوى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف البروتين مثلا انا اشتريته استعمله ازاي على الشعر؟ معاكي الاستاذه امنيه متخصصه البروتين. حضرتك على حضرتك ده شغلك ولا انت ربه بيت؟ لا انا ربه منزل والله، بس انا عملته كم مره في الكوافير وشعر اتضر خالص، فانا جبته حضرتك اللي هو الحلو البروتين العلاجي، فعايزه اعرف استعمله ازاي. هقول لحضرتك حاجه، زي ما بيقولوا كده في الامثال البلدي، ادي العيش لخبازه ولو اكل نصه. شوفي حد المشكله ان انا عملته في الكوافير طلع مش حلو. طلع مش حلو، انت يعني دوري بعنايه عن حد يكون عنده ضمير، حد يخاف ربنا في شعرك وفي فلوسك، وخلي حد يعمله لك، لانك مهما كنت متمكنه مستحيل تعملي زي ما حد بيعمل لك. لا يمكن زي ما تقولي لبنتك قومي سرحي شعرك غير لما تجيبي بنتك تسرحي لها شعرها، الفرق كبير والفينش مختلف وكل حاجة. أنا ممكن أقولك حطي البروتين وسيبيه شوية وقومي اشطفيه وكبسي، مش هتفهمي كلامي، لكن المتخصصة أو الصنايعية بلغة شغلنا هي بس اللي تقدر بجد تعرف نوع شعرك. ممكن حضرتك نوع البروتين اللي انت جبتيه مش مناسب لفتلة شعرك، مش كل نوع بروتين ينفع لأي نوع شعر، وده بيرجع للمتخصصة اللي فاهمة هي بتشتغل في ايه. مش اي حاجة ينفع احنا نعملها، انا ما ينفعش اروح اشتغل في البترول ولا في الذرة، مش هفهم حاجة. كل واحد بيبقى له تخصصه، كل واحد له تخصصه، دكتور في شغلته يا جماعة، كل واحد فينا دكتور في شغلته. فشوفي حد بجد يكون امين ويتقي الله فيكي وفي فلوسك واعملي عنده بقلب جامد. طيب شكرا للاستاذه، وهنطلع بس فاصل وهنرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، هنستناكم بمعلومات جديده عن البروتين. فاصل ونعود. ورجعنا لكم تاني برنامج فاشن اونلاين واسرار الموضه والجمال، والنهارده معانا سر جديد من اسرار الجمال. طبعا كل السيدات وكل اللي بيتفرجوا علينا اكيد الحلقه دي هتعجبهم جدا لانهم بيشتكوا من مشاكل الشعر والبشره. ومعانا الأستاذة أمنية كمال اللي ردت على كل المداخلات اللي دخلت، وأكيد هتعرفكم كل أسرار اللي أنتوا عايزينها. الأرقام هتنزل على الشاشة دلوقتي، كل اللي عنده أي مشكلة يتصل بينا وأكيد الأستاذة أمنية هترد عليه. أستاذة أمنية، في غش في البروتين؟ أيوة في غش في البروتين وفي غش في كل حاجة. طيب إحنا معانا مدام منى، اتفضلي مدام منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام امنيه؟ اهلا بيكي. انا حضرتك عملت شعر بروتين وبيسقف كله تمام. استعملتي الافتر كير المطلوب بعد استعمال البروتين؟ استعملته بس ما استمرش عليه، يعني ما استمرش البروتين في شعرك؟ لا ما استمرش على اللي هو الحاجات اللي كانت عليها لان انا مش عليها. معلش حضرتك ممكن توقف يعني صوت التلفزيون شويه علشان في صوت. انت ما استعملتيش مجموعه العنايه اللي بعد البروتين، ما استمرتيش عليها مده كفايه مش كده؟ ما استعملتهاش. جميل، طبيعي جدا ان البروتين يفك من شعرك في خلال شهرين واقل من شهرين، يبتدي الشعر يكسر، يبتدي يتساقط، يبتدي كده، لانك بتستعملي حاجات طبيعي فيها صوديوم وفيها سلفات وحاجات ما تنفعش مع البروتين. البروتين اتفضلي. طب ممكن تقولي لي على حاجه ان انا تمنع التصلب بتاع الشعر؟
في منتجات محترمه جدا خاليه من الصوديوم وخاليه من السلفات، تقدري تستعمليها بعد البروتين. زيوت الشعر طبعا ممنوعه بكل انواعها، حتى لو هي غاليه وبقد كده ممنوع. بتستعملي سيروم كويس، السيليكون فيه خالي من السيليكون، خالي من الزيوت. الحاجات دي تجيبيها من حد امين موثوق فيه، لان الحاجات كلها بقت كتير وبقت هو دلوقتي حاليا انا بتكلم في بالظبط كده. هل في غش؟ سبحان الله، يعني احنا لسه بنقول والمداخله جت قالت نفس الكلام اللي انا بقوله، لان كل الناس في تخيلها ان البروتين الاصلي بره، حتى كمان ما يعرفوش ان في غش بره. لا في طبعا. وان الموجود في مصر ده كله مضروب او كله مش اصلي يعني. تمام. طب احنا معانا مداخله ثانيه يا جماعه. معانا مين؟ معانا مين؟ اتفضلي حضرتك على الهوا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا مش دكتوره. أموري. خلاص بصي، بعد اذنك كنت عايزه اسالك على حاجه في شعري. انا شعري كان طويل وبعد كده قصيته، فكل ما احط ايدي فيه يفضل ينزل كتير بطريقه فظيعه، ومن قدام كده نزل كتير خالص. وبنت اخويا الصغيره برضو زي كده، عندها 3 سنين. تمام. ده ممكن تقولي لي مثلا على اي حاجه اصلا الشعر يعني؟ طب انت عامله شعرك بروتين ولا هو بينزل طبيعي؟ لا بزيوت عاديه، مثلا ممكن احط زيت الهند، زيت خروع كده يعني. تمام. بتستعملي الزيوت الثقيله يعني او الزيوت اللي هي الخام مش كده؟ الزيوت تنفع مع البروتين اساسا؟ لا. تمام. اي زيوت بتتحط على الشعر ممنوع يا استاذ حماده تتحط دايركت كده من العبوه على الشعر، ده اكبر غلط. امال الطريقه الصحيحه؟ يستخدم على الشعر يا جماعه يتحط عبوة الزيت في حمام مية دافية. لما للزيت ثانية واحدة اتفضل. كل اللي بتفرجوا علينا ركزوا في التفاصيل الصغيرة دي، هتفيدكم جدا جدا جدا. الأستاذة أمنية طريقة وضع الزيت على الشعر، الأستاذة أمنية هتقول لكم الطريقة الجديدة. اتفضلي حضرتك. ممكن تقولي لي يا دكتورة؟ اتفضلي يا أستاذة بعد إذنك، ممكن تقولي لي على أي حاجة أستعملها تمنع التساقط؟ حاضر هقول لك إزاي التساقط يتمنع من غير ما تستعملي اي حاجه كيميكال او اي حاجه كده. مجرد العنايه، طريقه العنايه انت في بيتك، تغسلي امتى وتغسلي ازاي وتعملي ايه، هيوقف التساقط من غير ما تستعملي اي حاجه فوق طاقتك او اي حاجه زياده. احنا بنشكر حضرتك جدا، وهنقول شكرا. دلوقتي هنقول الوصفه بتاعت طريقه الزيت، بس احنا معانا برضو مداخله ثانيه ما شاء الله. من يعني الواضح ان كل الناس بتعاني من مشاكل في الشعر تقريبا. معانا الاستاذه ايمان، اتفضلي حضرتك على الهوا. اهلا بيكي، اتفضلي. استاذه ايمان. الو اتفضلي حضرتك. انا هبه. اهلا بحضرتك يا استاذه هبه، اتفضلي. اكلم مدام امنيه. اتفضلي يا استاذه امنيه، معاكي على الهواء، اتفضلي. اكيد هي هتعرف صوتي على طول. اختي يعني. شهادتي مجروحه فيها، بس يعني انا مبسوطه قوي 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 ان ربنا وفقك للي انت كنت بتحلمي بيه من وانت صغيره حبيبتي. عايزه اقول لك ان واحنا لسه صغيرين كانت هي بتبقى تفضل قاعده قدام عمو، علشان هي بتحب الشغلانه دي جدا، وبتحب ان هي تقلده في كل حاجه هو بيعملها من وهي لسه صغيره، وهي مثلا 8 9 سنين، وكانت بتمسك المقص وان هي عايزه تقلده وتعمل كل حاجه هو بيعملها. فكانت شاطره قوي قوي قوي، ولحد دلوقتي يعني تفوقت ما شاء الله، وده التلميذ اللي تفوق استاذه يعني. والله انا مبسوط قوي ان الروح بقت بين الاخوات كده يعني. انا مبسوط جدا من مداخلتك. هو الطبيعي ان هي تبقى كده بين الاخوات يعني، هو ده الطبيعي. لا ما هو يعني انا يعني هو حاليا دلوقتي الاخوات معدوش زي زمان مع بعض، بس انا مبسوط جدا بمداخلتك عشان قد ايه نعرف الناس يعني ان لسه في من اول البرنامج وانا عماله بتصل بس. مش بس يعني اختي الصغيره، هي حبايبها كتير. ربنا يخليك، هي اختي وصاحبتي وبنتي وكل حاجة حلوة ليها في الحياة يعني. هي بالنسبة لي حتة من أبويا يعني. ربنا يخليك على وشك. ربنا يخليك على وشك. بشكر حضرتك يا أستاذة هبة.
وهنكمل بس الأسئلة يا جماعة، أسئلة كتير، وطبعا كل اللي بتتفرج علينا أو اللي بتتفرج عليا دلوقتي وعنده مشكلة هندخل أسئلة عادي على الهوا، ومدام أمنية ممكن تقدر تفيدكم بخبرتها وتقول لكم تحلوا ازاي مشاكلكم. بس هنطلع فاصل تاني وهنرجع، واستنونا معانا تطبيق عملي من مدام أمنية، وهتروحوا في أي حتة. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، والنهاردة حلقة دسمة مليانة كل مشاكل الشعر، مليانة أسئلة كتير عن الشعر، إزاي الشعر نقدر نعالجه، الشعر اللي بيقع، ودخل معانا عدة مداخلات. ودلوقتي معانا أستاذة أمنية كمال بتعمل لنا تطبيق عملي على الشعر، وهنشوف الشعر قبل وبعد. وياريت الكاميرا تجيب أستاذة أمنية، تشوف أستاذة أمنية بتعمل إيه. أنا بالفعل الشعر اتغسل كويس جداً جداً. ليه بقى بتغسليه كويس؟ عشان اطلع منه كل الزيوت والشوائب وكل الحاجات اللي في الشعر. لو مش مغسول كويس لا يمكن يستقبل الماده بشكل صحيح. انا اعتقد ان يعني المشاكل بتاعت البروتين وكل اللي بيتكلموا لك البروتين وحش، اعتقد ممكن تكون السبب او التفصيله الصغيره دي احد اسباب او احد اهم اسباب عيوب ما بعد التطبيق الغسيل، سواء من العميله او من المتخصصه. بينسوا يغسلوا. ممكن المتخصصة تعتمد على غسيل العميلة. طب في شامبو معين ولا أي شامبو؟ لازم كلاريفنج يفتح معانا الشعراية، يشيل كل الدهون، كل الحاجات دي لازم. طيب لو 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 حاجة مثلا تكون متوفرة، حاجة تكون بسعر كويس رخيصة تنصح بيها؟ العميلة؟ العميلة لا، احنا ممكن بس يعني المتخصصة بتغسل بالكلاريفينج بس. العميله ممكن نقول لها قبل الفرد مثلا بمده كفايه، استعملي مثلا كلير الازرق الرجالي اللي هو بتاع القشره، لانه بينشف الشعر قوي فبيطلع الدهون منه. بالظبط. نعم بالظبط. طب كده وزعت وعامله عمليه مساج للشعرايه بحيث ان الشعرايه تشرب بما فيه الكفايه. انا شايف انت ماسكه عفوا، انا شايف ان انت ماسكه البروتين بايديكي عادي بدون اي يعني كويسه جدا، مفيش يعني اي حاجه، مفيش ضرر في الجلد ولا لا. حاجه ما هو ده الفرق. دايما بشوف الناس تبقى لابسه حاجات في ايديها، بيلبسوا جوانتيات وبيلبسوا كمامه وحاجات كده من الحاجات اللي بترعب العميله. لما تلاقيك مقفز كده وعامل الحاجات دي، طب انا هيحصل لي ايه؟ تمام. برضو من الناس اللي قالوا ده اصل البروتين بيعمل خلايا سرطانيه. ايه يا جماعه، رفقا بالناس مش للدرجه دي. خلايا سرطانيه؟ قالوا كده. تعرف البروتين ده حضرتك انا عامله، انا كراجل عامله في شعري من قد ايه تقريبا؟ ما بنقول بنعمله لاولادنا ولاخواتنا ولنفسنا. مش منطقي ابدا ان احنا ناذي نفسنا. يعني الماده السيئه بتبان، بتعمل حرقان شديد في الايد، احمرار، ريحه ريحه نفاذه. انت شامه ريحه سيئه؟ طب في اكلان في فروه راسك، حاسه بحرقان، حاسه باي حاجه؟ لا كده احنا البروتين بتاعنا امان. تمام. ما دمنا بنشتغل بماده محترمه، ما فيش فيها احماضها مش عاليه، ما فيش. طيب فيها فورمالين. ناخد عبد القادر معانا مداخله. اتفضل يا استاذ عبد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اتكلم مع استاذه امنيه. اتفضل استاذه امنيه، معاك على الهواء مباشر. اتفضل. والله يا استاذه امنيه ديت ربنا يبارك فيها يا رب. الله يكرمك. هي شغلها كويس جدا بسم الله ما شاء الله. يعني عندها الشغل بتاعها جميل، عندها ذوق في كلامها. الله يعزك. كل حاجة ربنا يبارك في حضرتها يا رب. شكرا شكرا. هي شخصية جميلة جدا. الله يعزك، متشكرة قوي، ألف شكر. بشكر حضرتك جدا على اتصالك، ونكمل بقى. طيب انت هتعمل ايه الخطوه اللي بعد ده؟ يعني هو ده بيقعد وقت ولا ده بيقعد وقت؟ بس انا لو ما قعدتوش وقت هيديني نفس النتيجه. يعني الاحسن يقعد وقت ولا؟ طبعا مش كل شعره بتقعد نفس وقت الشعر التاني. الشعر اللي انا بشتغل عليه ده يا جماعه شعر بيور، شعر ما اتعالجش قبل كده باي كيماويات، طبيعي يعني، شعر طبيعي، شعر واحده ما لعبتش فيه بمعنى اصح بالبلدي، لا عملت فرد ولا عملت جلات ولا حتى عملت بروتين. طيب قبل كده. طيب معانا مكالمه، معلش. تمام اتفضل. معانا الاستاذه فريده. ايوه مساء الخير. عفوا اتفضلي حضرتك. مساء النور. مساء الخير استاذ حمادة. اهلا بيكي مساء. اتفضلي حضرتك. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم مدام امنيه؟ اتفضلي حضرتك، مدام امنيه معاكي على الهواء، اتفضلي. مساء الخير حبيب قلبي. حبيبتي روحي بعمري.
من نجاح لنجاح دايما يروح قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. انا فرحانه جدا 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 ومبسوطه حبيبتي. معاك يا عم عايز اكلمك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ دايما من نجاح لنجاح بحق. ربنا يخليك يا بابا. ربنا يخليك يا رب. انت دلوقتي رفعت راسي ان ان ان, إن في حد اخذ الشيء اللي انا حبيته في حياتي. انت سبب نجاحي. لا يا حبيبتي انت اللي عندك الطموح للنجاح ده. ربنا يخليك يا بابا يا رب. انت دايما كنت قدوتي وكنت الحاجه الحلوه اللي بتمنى ابقى زيها بجد. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. دايما يا رب من نجاح لنجاح. طيب اولا حضرتك منور البرنامج. منورني و ده نورك انت. ده انت اللي منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. وشرف ليا ان وجود حضرتك يعني في مداخله معايا في البرنامج ده. شرف كبير جدا ليا. انا عايز اعرف من حضرتك يعني استاذه امنيه بتمثل لك ايه؟ بنتي. لا غير ان هي بنتك. امتداد ليا يعني. طب هي بنتي وامتداد ليا يعني. انا اصلا كوافير من من من, من يعني مثلا لما اقول لحضرتك انا كوافير اشتغلت فين بالظبط فده يعني حياتي حافله جدا الحمد يعني لله. مثلا انا كنت صنايعي اول محافظه دمياط. قعدت حوالي من 10 سنين في كوافير مصطفى. ده مشهور نار على العالم يعني. وطبعا اشتغلت في اسكندريه عند احمد مختار. واشتغلت عند رشدي. ده الحاجات دي في الستينيات. والله ربنا يديك الصحة ويبارك فيك. وأنا مبسوط جدا وسعيد بمداخلتك الجميلة معانا. وحضرتك يعني شرف ليا وجودك والله العظيم في مداخلة. ربنا يخليك ليا يا بابا يا رب. هي أثرت فيا أنا يعني. أنا وأنا في الاستوديو أنا يعني المداخلة نفسها فيها صدق يعني. أنا نفسي عايز أقول لحضرتك اتأثرت بالمداخلة دي. أشكر حضرتك جدا. أشكر حضرتك جدا. وإن شاء الله دعواتك للأسرة الأمنية في مزيد من النجاح إن شاء الله. شكرا ليك. طيب معانا مداخلة كمان. ما شاء الله النهاردة الحلقة مليانة مداخلات. ما اتكلمناش ولا في. أنا بس هنلحق إن شاء الله. ما كنتش متوقعة كل اللي معانا. مين يا جماعة؟ أستاذة مروة. أستاذة مروة اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. مع حضرتك مروة المراسي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي منورانا. اتفضلي. يا ريت حضرتك بس توطي صوت التلفزيون شويه. ممكن اكلم امنيه بعد اذنك؟ حاضر. بس وطي اسمعينا من السماعه ووطي التلفزيون. واضح ان التلفزيون جنبك شغال فيعني ابعدي عنه. ماشي. حاضر. امنيه حبيبتي. ازيك يا مروه حبيبتي؟ ربنا يبارك فيك يا رب. منوره الدنيا يا قلبي. متشكره يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. امنيه من الناس المحترمه جدا واللي انا بحبها جدا حبيبتي. جدا جدا. انت احسن والله. وحد بروفيشنال ما شاء الله عليها. ربنا يكرمك يا رب. منوره يا حبيبه قلبي. استاذه مروه المراسي من افضل متخصصات اسكندريه. يعني مش عدوك ابن كارك. لا مش عدوك ابن كارك. استاذه مروه. استاذه مروه ممكن اسال حضرتك سؤال يعني؟ وصاحبه منتج. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو فعلا مقوله عدوك ابن كارك دي موجوده ولا انت شايفه ايه؟ معايا حضرتك؟ يبدو ان الاتصال فضل. شكرا استاذه مروه. معلش الاتصال فصل. حاولي تتصلي بينا تاني. طيب استاذه امنيه احنا عايزين نكمل بقيه الاسئله لان عندي مجموعه اسئله هتفيد المشاهد وفي نفس الوقت كمان حضرتك هتقدري ان انت تفيد المشاهد بالردود بتاعتك. تمام. استاذه امنيه انا عايز اعرف ايه الفرق بين البروتين الامريكي والبروتين البرازيلي؟ اقول لك. سواء في برازيلي وفي امريكي. تمام. البروتين الامريكي اتعمل للشعور اللي هي الفاصده قوي اللي هي الافرو جدا الافريقيه اللي هي المجعده بشكل صعب. لما بنشوف الامريكان الافارقه او السمر بتلاقي شعورهم. طب ممكن حضرتك تشتغلي وانت بتتكلمي عشان ياخد بس وقت حلقتنا. عشان لو شغلنا الهواء هيطلع صوت شديد. فاتعمل للشعور القويه زياده عن اللزوم. تمام. ايوه. فده طبعا عايزه اشغل الهواء. طب ثانيه واحده. ما عادش فواصل. البرازيلي للشعور اللي هي شعور سكان البحر الابيض المتوسط اللي هو زينا. شعر مجعد بس فتلته ناعمه. يعني احنا هنا كمصريين الماده اللي تمشي مع المصريين البرازيلي او المصريات عموما. البرازيلي. البرازيلي لان شعورنا حتى مهما وصلت لاعلى درجه من السوق فهي الشعرايه ناعمه. طب ممكن حضرتك تشغلي ونتفرج. تمام. واصل وكل حاجه تمام. تمام. الماده
لازم بسرعة بس عشان حلقتنا يعني خلاص أوشكت على الانتهاء. أسأل حضرتك سؤال بس بسرعة، هو هل البروتين ينفع مع الصبغة على طول ولا لازم ناخد فواصل؟ لازم الشعر يستريح بسرعة بس الرد على طول سريع. تمام، لازم الشعر يستريح بين طيب. أي حاجة وحاجة لازم الشعر يستريح. طيب سؤال تاني برضو من صديقة اسمها منى، هل في ناس يعني هل فعلا في ناس بتعمل بروتين شعرها بيخف وفي ناس بتعمل بروتين شعرها بيتقل؟ اه، في ناس لو استعملت بروتينات رديئة احماضها عالية بتأثر على فروة الشعر، فبتاخد الشعرية الضعيفة وبتنزل، وهنا يقولك البروتين سيء. لا، انت اختيارك للنوع اللي اشتغلتي بيه سيء. وفي ناس بتلتزم بالتعليمات بيدي نتيجة وهمية. انا في ناس عملت لهم شعرهم كده وبعد مدة معينة البروتين غطى شعره. احنا قدامنا دقيقتين عايزين نوري لكل مشاهدينا شغل حضرتك. الكهرباء مش شغالة. ان الموضوع ان انا اعمل تطبيق بروتين على الهواء، موضوع ان انا اشتغل ده بياخد كبير. البروتين التطبيق بتاعه بيقعد 8 ساعات و7 ساعات. طبعا كل متخصصة لها طريقة معينة. استاذة امنية هسألك سؤال بس بسرعة عشان ما عادش الا دقيقتين على حلقتنا وهتخلص. يعني في حل عندك، حل عندك للشعر تساقط الشعر بس حل يكون سريع؟ حل يكون سريع، الشعر ما يتغسلش اكتر من 3 مرات بالكتير في الشهر، مره في الاسبوع. تمام، الشعر يتنشف كويس جدا جدا، عامله بروتين او مش عامله بروتين، الشعر عدو الميه، شعر مركون في ميه لازم تساقط حتى لو مش معمول بروتين. طيب رايك ايه في سوق البروتين بسرعه؟ معجنة. ايه؟ معجنة. لا تعليق. طيب بالنسبة للتجار فعلا في غش جامد جدا في البروتين، بيزودوه مية وبيزودوه لبن وبيزودوه حاجات من يعني رسالة بس التجار سوق البروتين، رفقا بينا يا جماعة، انتوا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الساحة، احنا اللي فينا المشكلة. طيب احنا فاضل معانا بالظبط نص دقيقة، يا ريت نتفرج على شغل حضرتك. وانا بصراحه كنت سعيد ومبسوط جدا بالحلقه دي، لان الحلقه دي مفيده جدا. وبجد الانسانه اللي معايا او الضيفه اللي موجوده معايا دي من يعني من اخلاق اللي انا ما شفتهاش. الله يكرمك. وكميه المداخلات عمرها ما حصلت لي في اي حلقه انا عملتها على مدار شغلي كله. طبعا الشعر متطلل سنه. تمام، فاحنا بس في نص دقيقه هنشوف طريقه الكبس بايديها ازاي يا جماعه، عشان برضو ايه يعني رفقا بالشعره واحنا بنتعامل معاها. يا جماعه البروتين قدامكم، مفيش دخنه، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص، مش هتحسي بازمه وانت شغاله. تمام، الشعرايه طريه وانسيابيه في ايدينا جدا جدا جدا، هي مش ازمه، البروتين مش ازمه، الازمه عندنا في ازمه الضمير، احنا لازم نجمل سلوكنا وضميرنا قبل ما نجمل شعور الناس. استاذه امنيه احنا للاسف حلقتنا انتهت، وفعلا احنا محتاجين معاكي اكتر من حلقه عشان تشرحي لنا. شكرا جدا. طبعا كل اللي بيتفرجوا علينا، انا سعيد جدا ومبسوط بان النهارده عملت حلقه مفيده جدا في قناه الصحه والجمال، وسعيد بكل الكرو وكل الناس اللي موجوده ورا الكاميرا. ان شاء الله انا بشكر استاذه امنيه، شكرا جزيلا، بشكر الموديل، بشكر كل المعدين في القناه، بشكر استاذ ابراهيم الباشا. يا رب ما انساش حد. ان شاء الله باذن الله استنوني الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج فاشن اونلاين مع حماده رمضان.